اهلا بيكم في اخر فقره في قناه الاهلي ليها النهارده. معانا ومشرفنا فعلا وبكون سعيد وانا معاه حقه يقال ان هو يعني بأخ عزيز ونجم كبير كان في السباحه زمان ووتر بولو، لكن النهارده هو نائب رئيس جهاز العاب الماء كابتن محمد فاضل. منورني ومشرفنا كابتن خالد، انا سعيد دايما بوجودي معاك. ربنا يكرمك. ومعانا كابتن اشرف صلاح المدير الفني لفريق السباحه في النادي الاهلي بفرع مدينه نصر. كابتن اشرف منورنا. شرف. كابتن اشرف هبدا مع حضرتك عشان لو قعدنا نتكلم انا وكابتن فاضل مش هنلحق نتكلم معاك. هتكلم معاك الاول واقول ان السباحه بطبيعتها لعبه فرديه وفي نفس الوقت في ملل شويه بيصيب اللاعبين دائما وابدا في التدريبات، بقى اذا كان من لياقه اذا كان من سباحه. بنتعامل مع الوضع ده ازاي؟ هي زي ما انت قلت هي لعبه ممله ما فيهاش اي فن، يعني مش زي الالعاب الجماعيه اللي بيبقى فيها كوره والحاجات ديت. بنحاول دايما ابديت الشغل بتاعنا بحيث ان الولاد نفسهم ما يحفظوش التمارين. بنحاول نوجد حاجات تحدي اللي هو بنقول عليها تشالنج سيت. بنحاول دايما نغير شكل التمرين او التدريب او البرامج بتاعتنا بحيث ان هم الولاد نفسهم وانس ان هو بيبتدي يحفظ الشغل بتاعك بيبتدي يحس بحاله الملل اللي انت بتتكلم عليها. بكلمك بصراحه، زمان كنت بشوفهم في السباحه رايحين جايين رايحين جايين حاجه، بص انا كنت بتعب لهم بصراحه يعني. لكن دلوقتي بقت الامور في اساليب كتيره اتغيرت خلاص في الحياه في الرياضه. هي بالظبط، هي الموضوع دلوقتي اتغير تماما. بدانا احنا حتى الدراسات بتاعتنا كلها بتتكلم ان انت لازم تشرك السباح، لازم تبتدي تفهمه هو بيعمل الكلام ده ليه. بتبتدي تفهمه ايه هي مصادر الطاقه اللي هو شغال عليها، بتدخله في الجيم بتاعك او في الشغل بتاعك عشان لما يجي يعمل حاجات ديت يعملها بالاداء العالي وما يظهرش عنده حته الملل او الحاجات ديت. كابتن فاضل، طبعا انا ببارك للنادي الاهلي وجهاز السباحه بالذات، عندنا 7 لاعبين مسافرين لبطوله العالم. شايف الموضوع ده ازاي؟ وكان زمان يعني ما كانش الموضوع متواجد بقوه، 7 سباحين من النادي الاهلي. احنا الحمد لله طبعا بطوله العالم مشارك فيها من مصر 12 سباح وسباحه، سواء في السباحه القصيره او السباحه المياه المفتوحه. السباحه الطويله المياه المفتوحه، منهم 7 من النادي الاهلي، ودي طبعا نسبه تعدي 50%. دي طبعا حاجه يعني بتساعدنا وبنتشرف دايما بيها ان احنا النادي الاهلي صاحب الرياده في مجال العاب الماء. قبل كده كان برضو عندنا سباحين، عندنا طبعا احمد اكرم اول سباح يحصل على ميداليه اولمبيه في السباحه في اولمبيات الناشئين. عندنا حاليا في محمد سامي ميشو، وفي عندنا علي خلف الله، دول يعني من السباحين الواعدين جدا. طبعا كان معاك احمد حمدي في الفقره اللي قبل كده، طبعا ده من كابتن الفرقه وكابتن النادي. بخلاف طبعا السباحين الكتير، عندنا ساندي، عندنا هانيا مورو، عندنا يعني سباحين على مستوى الحمد لله يعني يفرح، حاجه تفرح يعني، حاجه تفرح بصراحه. لكن عايزين نوصلهم ونزقهم يبقوا واقفين على بطوله العالم او على رقم 1 أو 2 أو 3. انا عارف الامور صعبه جدا، لكن نفسنا نشوف ده. فاكيد بنطالب جهاز السباحه وحضرتك يعني في حضرتك ان يكونوا واقفين. امتى نشوفهم وامتى نعمل ايه عشان نوصل للحته دي يا كابتن بصراحه؟ والله احنا بنعمل حاجات الفتره ديت، بقى لنا فتره احنا شغالين على ان احنا بندعم السباحين بتوعنا. حتى السباحين اللي هم بيتدربوا خارج جمهوريه مصر العربيه، بيتدربوا في امريكا او جنوب افريقيا او خارج مصر يعني. احنا بنعمل لهم دعم. احنا الفتره اللي فاتت النادي رفع العقود بتاعت السباحين بنسبه حوالي 50%، اترفعت العقود 40 لـ50%، اترفعت العقود. احنا دلوقتي شغالين على مشروع، وان شاء الله احنا هنقدمه الفتره اللي جايه لمجلس الاداره. المشروع ده بيدعم دعم السباحين النادي الاهلي اللي عايشين وبيتدربوا خارج مصر، بان احنا ندعمهم بان احنا نحاول نساعدهم في النفقات بتاعه الاقامه والاعاشه بتاعتهم والتدريب خارج مصر. كابتن فضل طبعا بيدفعوها طبعا، ولي الامر هو اللي شايل كل حاجه، ولا في حاجه او ما معظمهم يعني حاليا احنا هم بدايه سفرهم كانت كسكولرشيب، منحه تعليميه هناك في امريكا، بيروحوا يلتحقوا بالجامعات الامريكيه بيتدرب هناك. اثناء الالتحاق بالجامعه ده بيبقى تقريبا هو مصاريفه تبقى ضعيفه جدا، لان الجامعه بتوفر له التدريب وبتوفر له اقامه وبتوفر له حاجات. ده عن طريق الجامعه. احنا عندنا دلوقتي بعض السباحين خلاص بيتخرجوا من الجامعه،
فدول هيبقى للاسف الفتره اللي جايه هتبقى المصاريف كلها عليهم، لان اول ما هيبدا يتخرج من جامعه قصر الجامعه مش هت مفيش اي سبونسر، مفيش اي حاجه ليه خالص، مفيش حد شايل اي حاجه، هو شايل كل حاجه. فاحنا دلوقتي بنحاول ان احنا يعني مع طبعا مع بالاتفاق مع كابتن رفعت عبد القادر مدير الشوط الرياضي، كابتن وائل عزت رئيس الجهاز، بان احنا مقدمين مشروع ان شاء الله يعني يلقى قبول في النادي ان هو من مجلس الاداره، بحيث ان ده هيوفر دعم كويس، وفي نفس الوقت احنا حاطين مصلحه النادي بالتوازي مع مصلحه اللعيب. اكيد اكيد. يعني هيبقى مطالب من اللعيب عشان ياخد الدعم دوت ان هو برده هيؤدي بطولات، لازم يجي يلعب بطولات باسم النادي، ولازم يشترك في بطولات الجمهوريه وكاس مصر، ويبقى يعني زي ما احنا بندعمك انت لازم تقف برده معنا ديك. دي حاجه مهمه جدا كابتن اشرف. السباحه بصفه خاصه جدا والالعاب الفرديه، النهارده بتمرن مثلا 30 لعيب في السباحه مع بعض، في فروقات فنيه اكيد الناس مش بترحم. ازاي بنتعامل مع اللاعبين؟ ماليش دعوه باولياء الامور، لكن خلينا دعوه مع اللاعبين. النهارده في لعيب بيكسر رقم متواجد جوه ارض السباحه، وفي نفس الوقت في سباح تاني جنبه، ازاي بتتعامل مع اللعيبه دي؟ هي زي ما حضرتك قلت هي لعبه فرديه، فانت لازم تتعامل مع كل سباح على حده. فحتى عندنا احنا حتى في الشغل عندنا كنادي جوه النادي بتلاقي لو دخلت على حمام السباحه هتلاقي التمرين متقسم لثلاث تمارين مختلفة. سباحين مثلا زي حمدي اللي هم بيعوموا سباقات ال 200 و 400 متنوعة، العومة دي بالذات اللي هو الأربع عومات ليهم برنامج، السباحين المسافات الطويلة ليهم برنامج، السباحين الميد ديستنس ليهم برنامج، السباحين السبرنت ليهم برنامج، هم كلهم في حمام واحد بس مقسمين الشغل بتاعهم، بحيث إن احنا كل واحد يبقى ليه بنحاول إن كل واحد نديله الحتة اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت هي نفس الجرعة التدريبية لكل لعيب بياخدها بالظبط. بس بتختلف الاحمال، بتختلف الشده بتاعت التمارين بتاعت الاولاد من عومه لعومه، من يعني من سباقات لسباقات. كلام بصراحه عشان اريح اولياء الامور تماما، انا السباح الاقل رقميا، انا كخالد العودي وانا بلعب سباحه الاقل رقميا ومعايا بطل زي احمد حمدي، تعامل ازاي مع خالد العودي؟ الحته ديت احنا بنحاول نزرع في الولاد اللي هم الاقل رقميا او الحته ديت ان هم يبقى ليهم موديل او ليهم حاجه زي حمدي ان هو يبتدي يتعلم منه. طبعا الراحات بتاعت او الشغل بتاع حمدي بيكون مختلف عن بقيه مثلا السباحين التانيين، الراحات نفسها ما بين المجاميع اللي بتتعمل بتبقى الراحه مختلفه تماما، بس وجوده في الميه مع اسامي زي الابطال دولت دي بتربي لك برضو حاجة كويسة ان دوت في يوم الايام ممكن برضو في يوم الايام يبقى زي السباح دوت، حتى لو هو اصغر منه سنتين، حتى لو هو اقل منه مستوى بتدي حتة امل، بس انت برضو بتراعي في الاخر ان هو فروق فردية، فلازم دوت ياخد حتة زيادة، ده لازم يعني الحاجات دي لازم راعيها. انا عارف لو هم عاملين بشكل دي عايزك بصراحة شديدة برضو، انت المدير الفني لقول لهم ايه؟ تقول لي ولي الامر ايه؟ تقول له بصراحة شديدة، تقول له كلمتين يعني يهدر امور شويه، ان اللعبه في الاول والاخر خلي الاولاد في حته ان هو برضو دي رياضه فن. فلا يعني ما تحاولش تحمل السباح او الولد مسؤوليه زياده قوي، لان هم الولاد اصلا هي زي ما حضرتك قلت في الاول هي لعبه ممله ما فيهاش اي فن، مش ما فيهاش يعني لوتر بولو فيها كوره وفيها فن وماتشات. لوتر بولو دي بص نجوم بقى اصحابي بالظبط، لكن السباحه ما فيهاش اي فن، فالولد ما بيبقاش عنده استعداد ان هو يخلص تمرين يطلع يلاقي بابا انت ما عملتش دي ليه؟ انت كنت المفروض تكسب دوت، تقول لهم انت كنت المفروض تعمل كده. خفوا على الولاد شويه، سيبوهم يعني سيبوهم، او ممكن تتكونتاكت المدرب، ممكن يبقى في حلقه وصل بينك وبين المدرب، لكن الضغط اللي بيبقى في البيت احنا بيعمل لنا مشاكل بعدين. نتمنى الهدوء. كابتن فاضل مالكش دعوه بالامور، انت نتكلم في حاجات طريقه اهم. احنا دعوه الامور بنتعامل معاهم بصفه يوميه. ربنا يكرمكم صراحه. بس يعني النادي الاهلي ليهم طبع خاص، وبرضه هم ليهم دور مهم جدا عندنا في النادي، لان هو ده دور مهم. انا عارف، بس عندي اسئله كتيره قوي قدامي. طيب عايز احاول لك بصراحه. حجم المنافسه العالميه في السباحه احنا بعيد، لكن الافريقيه احنا قريب. شايف البطوله الافريقيه ازاي من وجهه نظرك؟ طب ممكن اختلف معاك حته صغيره. احنا عالميا لا احنا مش بعيد دلوقتي، احنا بدانا نخش خلاص في التصنيف.
احنا عندنا طبعا احنا عندنا كذا سباح مصنف يعني عندنا علي خلف الله ده من السباحين المصنفين في الخمسين حر. الولد ده كابتن فاضل مختلف شويه عنده دايما يعني مره شفت له حاجه مهمه قوي يطلع من بلد لبلد ويسافر لوحده ومش عارف يعمل ايه وينزل السباق لوحده في اخر يطلع ويتاهل يعني عنده ظروف شويه غير طبيعيه عنده عزيمه وعنده اراده وعايز يبقى كويس ودي حاجه طبعا احنا بن وبعدين ده يعني حاجه ده حاجه اللي كان حاجه ده اهلاوي بقى يعني حمى يعني الاهلاويه اللي هم يعني اي عنده الاهلي فوق اي حاجه ما بيهزرش معاه ما بيهزرش بيشجع كوره اي حاجه الا الاهلي تمام نكمل ما شاء الله ده مصنف فاحنا عندنا فعلا عندنا عندك فايده عثمان مصنفه اي يعني نعم مش في الاهلي بس هي من مصنفين ثالث عالم في بطوله عام اللي فاتت ما شاء الله عندنا علي خلف الله من المصنفين دلوقتي يعني ان هو يعني على الاقل يطلع من خمس ستة الاول على العالم في الخمسين ما شاء الله عندنا احمد اكرم مصنف احمد اكرم اوريدي كمان يعني هو طبعا الفتره اللي فاتت يعني كان استنجد التخرج بتاعته من الجامعه فدي اثرت عليه شويه رياضيا لانه كان يعني كان اهتم سنه زياده بالتعليم عشان يتخرج من الجامعه فقل شويه رياضيا لكن هو دلوقتي حاليا يعني بيرجع يستعيد مستواه تاني وان شاء الله احنا يعني نتمنى له التوفيق في بطوله العالم اللي جايه في ال 1500 حرة انما احمد عالم خامس عالم في كازان في بطوله عالم في كازان في روسيا في احمد احمد اكرم الناس دي احمد حمدي وميشو هيروحوا فين؟ لا ميشو برضو من الناس احمد حمدي برضو له تصنيف في ال 200 ورايه متنوع ما شاء الله ميشو برضو مصنف في ال 50 باك وفي ال 100 حرة يعني رقم عنده في ال 100 حر رقم برضه 48 ثانيه في ال 50 في ال 100 حر ده رقم هايل 48 90 نجمتنا هانيا مورو طبعا واخده في بطوله افريقيا اللي فاتت احسن سباح في افريقيا في بطوله افريقيا اللي فاتت المؤهله لبطوله العالم في الطويله وفي القصيره نازله 800 حره وال 1500 في القصيره وفي الطويله نازله الطويله بصراحه شديده تقدر تعمل حاجه يعني احنا عندنا امل كبير ان هانيا وساندي بس هي هانيا للاسف عندها اصابه في كتفها ويعني بنسبه كبيره مش هتقدر تلحق بس عندها عزيمه وعندها اراده غير طبيعيه بس هي يعني ان شاء الله يعني انا متوقع ان هما الاثنين في بطوله العالم ديت على ممكن يتم تاهيلهم للاولمبياد طيب في بطوله العالم ديت احنا اختلفنا مع بعض يعني احنا كده عدينا البطوله الافريقيه خلاص احنا بنلعب فوق البطوله الافريقيه طبعا احنا بطوله افريقيا اللي فاتت احنا مصر اول بطوله افريقيا احسن سباحه عندنا والاثنين من الاهلي هانيا مورو احسن سباحه ميشو محمد سامي احسن سباح ما شاء الله وجود عبد الرحمن سامح في النادي الاهلي لاعب نادي التوفيق اللي لسه واصل طبعا وجود طبعا 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 احنا كان عندنا للاسف الفتره اللي فاتت اثنين سباحين سبرنتر حاليا هم مش يعني مش موجودين معانا وكان محتاجين نغطي الحته بتاعه ال 50 حره وال 50 دولفين في غياب طبعا علي خلف الله واحمد سامي ان هم عايشين في امريكا مش موجودين فعايز يكون في دعم من الداخل ودعم من الخارج دعم من الدعم طبعا احمد طبعا عبد الرحمن الفتره اللي جايه طبعا هو برده هيسافر امريكا برده او بدا يسافر بدا خاص اول سنه اللي في امريكا برده فلما بيكون عندي اكتر من سباح بيعوموا على الاقل لو جت ظروف الامتحانات بتاعت واحد مش هيقدر يجي ممكن التاني يجي فلما بيكون عندي العدد بقدر اغطي السباقات واقدر اغطي الدنيا بطريقه كويسه الدماغ عجبني حجم المنافسه المحليه بيزيد يوم على التاني اكيد النادي الاهلي بابطاله بنجومه ما شاء الله بيكسبه لكن المنافسه بقت بتزيد اكتر لان كل الناس بتتجه للسباحه وهي صغيره شايف المنافسه ازاي السنه دي هي المنافسة بقت صعبة شوية دلوقتي لأن الأندية نفسها أنت موضوع ما بقاش أندية أكتر ما هو أن أنت لعبة فردية فأنت ممكن تلاقي مثلا سباح ما بيتمرنش في نادي بس يجي لو هي بطولة معمولة على هيئة ميداليات أو بتتحسب بميداليات ممكن سباح واحد يجي يخلص لك مرحلة سنية وهو يكون الولد تالنت في نادي تاني بلس ان في انديه دلوقتي بقى عندها القاعده بتاعتها بقت عامله زي الاهلي يعني احنا زمان كنا بنتميز نادي الاهلي ان القاعده بتاعته بتاعت المدارس السباحه كبيره النهارده احنا عندنا انديه كتير قوي بقت زينا عندها فروع كتيره بالعكس ده في انديه بقى فروعها اكتر من فروع نادي الاهلي فروع اكتر بس احنا اكتر على طول وادي دجله لا مثلا عنده ما شاء الله 6 فروع فواخدها كمان الموضوع استثماري شويه
فعنده قاعدة أكبر بكتير منك. بالعكس ده أنت هو معدي يعني أنت لو لتس أي مثلا لو أنت بتخش ب 600 سباح هو 1200 400 هو 800 فهو بقى في حتة التشالنج بس احنا المنافسة بقت جامدة بس احنا بنتميز الحمد لله رب العالمين لسه بالحتة الكواليتي أو إن احنا لسه الحتة الكواليتي في النادي الأهلي أكيد مختلفة لأن النادي مختلف أكيد عن الناس أكيد. كابتن فاضل هستغل وجودك ونتكلم على ألعاب الماء بصفة عامة وهنروح ل رباعي صربي رباعي سافروا الى صربيا في كره الميه كلمه الحكايه كان في تعاقدات كتيره بينك وبين النادي دي يعني حاجه من الحاجات اللي احنا يعني تعتبر اول مره تحصل. احنا السنه اللي فاتت من ضمن استعجالات فريق كره الميه ان احنا استضفنا فريق نادي بارتيزان هنا في مصر تمام وتم الاتفاق معاهم ان في مقابل ان هم المعسكر اللي اتعمل ليهم هنا في القاهره ان احنا هيتم سفر اربع مدربين لحضور معايشه ودوره تدريبيه مع فريق بارتيزان هناك. المعايشه دي عباره عن معايشه فنيه. معايشه فنيه بالكامل للتدريبات لكل حاجه. جيمات لياقه كله من كل كبيره وصغيره. كويس. حتى التغذيه حتى يعني كل ما يخطو كل ما هو خاص بالفريق. بالفريق. كويس. هيتعايشوا معاه. هيقعدوا مع المدربين هيبقى فيه زي دورات تدريبيه احنا بنشتغل ازاي. النهارده نادي بارتيزان يعتبر من اقوى مدارس كره الميه في العالم. طيب سافرت اربع مدربين وليد وصفي ووليد عزت وكريم منير وكريم منير وممدوح منير وممدوح منير. اخترت ازاي الاربعه بصراحه؟ طيب. سؤال صعب شويه عليك؟ لا 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 خالص لا 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 ده بالعكس ده سؤال سهل مهم جدا. عشان الناس لا في المقرر مش بره المقرر تمام. وليد عزت كابتن وليد عزت طبعا ده مدرب العام بتاع النادي تاريخ كبير محدش يقدر ينكره وهو يعني من اكتر المدربين المؤهلين مش بس في النادي على مستوى مصر على مستوى واخد دورات في المجر واخد كذا دوره تدريبيه من دورة المجر دي تعتبر اهم دورة تدريب في مجال كرة المية. كويس. زي اللايفز كده في الهاندبول عندكم دي في عندنا في كرة المية تعتبر رقم واحد. كويس. وليد وصفي مدير قطاع الناشئين فهو هينقل الخبرات للناشئين. هايل. كريم منير الاكاديمية القطاع التعليمي. سكتني مش عارف اتكلم خلاص. مش عارف اتكلم اخدت الثلاثه الاساسيين رقم واحد رقم واحد رقم واحد فدول اللي هيدول اللي هيتعاملوا مع الناس. ممدوح منير راجل مدرب ممتاز واخد اول مرحله بتاعته السنه اللي فاتت اول دوري بتاعه بتاع المرحله بتاعته السنه اللي فاتت فدي كانت مكافاه فدي طبعا بالنسبه لي يعني بخلاف ان هو مدرب مهم واحنا كمان موكلين ليه اكتر من حاجه يعني يعتبر زي بيساعد وليد وصي في قطاع الناشئين ما شاء الله عليكم ما شاء الله رد تمام عشان نقفل هذا الباب انت عارف الباب ده بيتفتح شويه لا لا لا, لا, لا احنا كل حاجه كل حاجه بال يعني بالورقه والقلم ومظبوطه ومحسوبه تمام ما فيش مجامله لحد ما فيش بالعكس احنا الكفاءه والعمل والمكان بتاعك وهتدي ايه وهتعمل ايه لما ترجع هو ده الاساس بتاع الموضوع اكيد ده النادي الاهلي طبعا أكيد. ده اللي اتعلمناه كلنا حاجه سريعه وسؤال اخير تقول ايه لسباحينك من هنا عشان المنافسه اللي جايه هم ومدربينك تقول لهم ايه؟ حته الثقه بالنفس بس ان هو ان الموضوع ما بقاش صعب لو انت حطيت اي حاجه في دماغك تقدر توصلها ما تحاولش تفكر في اي حاجه سلبيه وخلي اتجاهك كله تفكير ايجابي. تمام توعدنا بحاجه كابتن فاضل في المرحله اللي جايه ولا بلاش الوعود؟ كابتن خالد انت عارف انت كنت طبعا يعني جون منتخب مصر وبطولات عالم ربنا يكرمك ما نقدرش ان احنا في مجال الرياضه ندي وعود او حاجات قطعيه لان الرياضه انت عارف فيها مكسب وفيها خساره أكيد. وما فيش حد بيقدر يكسب طول عمره بس انا نقدر نوعد الناس ان احنا هنبذل قصارى جهدنا كجهاز لالعاب الماء لان احنا نرتقي بالمستوى بتاع السباحين بمستوى المدربين حتى مستوى الاداريين عشان نوصل لاعلى حاجه ممكن نوصل لها في المجال بتاعنا. نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. بجد كابتن خالد انا سعيد جدا وانت معايا لان فعلا في معلومات كتيره باخدها منك وبتوضح حاجات كتيره جدا للرأي. كابتن خالد انت عارف يعني احنا من واحنا صغيرين وانت حبيبنا وبنسعد دايما بان احنا نلبي الدعوه بتاعتك ونبقى معاك دايما في البرنامج. ربنا يكرمك كابتن اشرف نورتني وشرفتني. الله يخليك ميرسي جدا. فعلا دايما السباحه وتحطيم الارقام شيء مهم لينا لان فعلا بيسعدونا.
نتمنى التوفيق لسبع سباحين تاني مرة، أحمد أكرم وعلي خلف الله وميشو، أحمد حمدي، عبد الرحمن صامح، هاني مورو وساندي أيمن. إن شاء الله بإذن الله في بطولة العالم اللي جاية يقدروا يحققوا مراكز كبيرة نفرح بيها كلنا بإذن الله، وإنجازات جديدة تضاف إلى النادي الأهلي بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.